كلمة، هتوطي صوتك بعد إذنك. زينة اطلعي فوق شوية يا حبيبتي. مالك يا كلمة، هتفيق إيه؟ مالك كانت بتعمل إيه هنا؟ مالك؟ أنت شفتها؟ كويس إنك عارفة إن عندي حاجات ما ينفعش مالك تعرفها. رد عليا والنبي يا مدحت، اتكلمتوا مع بعض في حد؟ لا. طب الحمد لله. المهم كانت هنا بتعمل ايه؟ تخيل يا مدحت افتكرت عيد ميلادي رغم ان احنا مقاطعين بعض بقالنا سنه، وانا اللي بوزي في بوزك كل يوم ما فكرتش تقولي كل سنه وانت طيبه. انا بقى ماليش في جو عيد ميلادات والحاجات دي، انا اعرف مولد النبي، عاشوره، طلعت رجب، الحاجات بتاعتنا دي. وبعدين كويس ان هي رجعت تفتكر هي وافتكرت عيد ميلادك. عقبال ما انت كمان تفتكر. ما ترصيش كتير، خش اعمل لي حاجه كلها عشان نزل كمان شويه.